بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع أحاديث الصيام في شهر الصيام نعيش هذه اللحظات. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان فانسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. رواه الترمذي. في هذا الحديث يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوانين العربية فيقول: رغم أنف رجل، وهذا تعبير معناه الدعاء بالسلب، مثل قول العرب: ثكلتك أمك، يعني مثل قول العوام: الله يخرب بيتك. هو يقولها لابنه وليس على سبيل الدعاء، إنما على سبيل النفرة من هذا الحال. أنت عملت كذا ليه كده وهكذا. فتأمل أن هذه عبارة فيها كأنها تحذير، انذار. رغم أنف رجل فعل كذا وكذا وكذا. هذه الثلاثة أن يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمام أحدهم فلا يصلي عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بركة، أيما بركة، وبها تغفر الذنوب، لأنها تتعلق بجناب النبي المحترم صلى الله عليه وآله وسلم. القضية الثانية أن يأتي رمضان ويخرج رمضان ولم يغفر له، وهذه أيضا فرصة ضائعة، فرصة ضائعة أن يذكر النبي عندك ولم تصلي عليه، فرصة ضائعة لك أن يدخل رمضان تكرارا سنة بعد سنة فلم يغفر لك، فرصة ضائعة أيضا أن تجد أبويك وقد أدركهما الكبر ولم يدخلاك الجنة من شدة برك فيهما. هذه الفرص الضائعة. وهنا أيضا يتساءل بعضهم: رغم أنف رجل، وأين المرأة؟ كلمة رجل في اللغة لما ترجمت حتى إلى اللغة الإنجليزية كان معناها مان، مان يعني إنسان. فالرجل هنا ليس هو الذكر، الرجل هنا هو الإنسان، اللغة هكذا. فكلمة رجل تشمل الذكر والأنثى، الرجال والنساء، كلمة لها معنى في اللغة. ولذلك لما ابتعدنا عن إدراكات اللغة ابتدينا نستدل بلغة الأجانب علينا، وهم الذين أخذوا منا هذا التقسيم. كلمة مان يعني إنسان، وأيضا معناها رجل، ولكن هذا الإنسان ليس فيه تعصب إثني أو عرقي ضد المرأة، وهذا خطاب لعموم الناس، يعني الرجل والمرأة. النساء شقائق الرجال، لهن ما للرجال وعليهن ما على الرجال من الحقوق ومن الواجبات، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إلى لقاء آخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.